سائل يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن التمتع أفضل أنواع الحج، علما أن الحج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحج القارن، واضحوا لنا مأجورين. نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا، لأن معه الهدي، قد ساق الهدي من المدينة، ومن كان معه الهدي لا يمكن أن يتمتع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التمتع هو إيش يا جماعة؟ هو سوق الهدي. وعلى هذا فنقول لو أن أحدا منا ساق الهدي امتنع عليه التمتع، وصار لا بد أن يكون قارنا.